ليه؟ كلهم عم يسألوك، عم ما انا يسألوا. ما انت دايما عم تسألوني نفس السؤال اللي انا من لا لانه العالم مستغربه انه ايه بعدك مصره على هيدا الموضوع. ما بدي غير، لانه في كتير غيرت رؤيتي باثنين وغيرتهم وندمت لانه صاروا، فقلت ما بقى بدي غير الرؤية اللي بشوفها أول مرة رح كفي عليها. مصر عليها، مصر عليه إنه الوزير السابق جان عبيد بقصر بعبدة وسليمان بيك فرنجية من بعد الوزير السابق جان عبيد، حتى لو قد ما قعد أنا الله يطول بعمره أنا شايفته بقصر بعبدة بركي زيارة. هيدي الرؤية، لا مش زيارات، كلهم يطلعوا زيارات. طيب خلينا نرجع مرة جديدة لاستوديوهاتنا بالجديد، في يعني مسابقات، في ألعاب، في جوائز، في جوائز كتير كبيرة راح توزع الليلة على كتير مشاهدين عم بيتابعوا سهرة راس السنة معنا. خلي عينك على الجديد، بنرجع على زملائنا داخل الاستوديو لإلكم، تفضلوا. أسمع نعم، شو بتتوقع ليلى عبد اللطيف؟ للأسف منشوف بعد توتر وتصعيد، بلشنا للأسف توتر وتصعيد استنفار وحرب أطرافها الرئيسية، العدو الإسرائيلي وإيران وحزب الله، والمواجهة ستبدأ على الأرض السورية ومنطقة لبنانية تدخل على خط المواجهة. المواجهة رح تبدأ بسوريا وتمتد إلى بعض المناطق اللبنانية. نعم، هذا المقصود. نعم إن شاء الله. لا، المقاومة اللبنانية تستخدم الحرب الإلكترونية ضد العدو الإسرائيلي وخاصة على الأحداثيات الصاروخية. طالبة جامعية سيسوني ستكون السبب المباشر في تدمير حياة إحدى الشخصيات السياسية علنا بالصوت والصورة. لحظة، طالبة جامعية ستكون سبب بتدمير حياة إحدى الشخصيات السياسية علنا بالصوت والصورة، فانتبه. فضيحة يعني؟ صح. أبواب سجن رومية تفتح من جديد لخروج دفعة من الموقوفين الإسلاميين وبشكل مفاجئ. حريق مفتعل في سجن رومية وتقتصر الأضرار على الماديات، والوزير نهاد المشنوق في قلب الحدث رح يكون بعده. إذا كان لا يعني وزير داخلية، إن كان وزيرنا إلى الأبد شكله، إذا كان الله يطول بعمره، يعني إذا كان الوزير نهاد المشنوق أو غيره وزير داخلية رح يكون بالمرصاد، وشايف محطة إعلامية، ما دام عم نقول نيران، محطة إعلامية تنتبه لأنه شايفتها بتشتعل فيها النيران. هلا ما بعرف اذا معودين مفتعل نحن بالجديد او غير مفتعل. معودين نحن بالجديد، يمكن ما يكون الجديد مفتعل ان شاء الله، أو غير ما يكون مفتعل. لا الجديد ولا غير الجديد، بس نحن صرنا معودين. يعني عام 2019 هو عام المظاهرات بلبنان، والشارع يلتهب من جديد في مشاهد احتجاجات وغضب، والجيش اللبناني يساند القوى الأمنية ويتصدى ويمنع التصعيد. للأسف منشوف جرحى ومنشوف ايه، يعني برأيك رح يصير في تصادم بين المحتجين والقوى الأمنية ونشوف دم. صح، بعد تنظيم داعش سنرى ونسمع عن ظهور تنظيمات جديدة وبأسماء مختلفة والهدف واحد، احراق صور لبعض الوزراء والنواب، والمشهد يتكرر في اكثر من منطقه لبنانيه. حزن وحداد على شخصيه من 8 اذار. للاسف الحزن يخيم على ارجاء منزل رئيس حكومه سابق. ثلاثه احزاب لبنانيه يلفها الحزن والحداد بسبب رحيل ثلاث شخصيات بارزه من الاحزاب الثلاثه. جيش وقوى أمن على أبواب إحدى الجامعات جراء حدث مؤسف يقع داخل أسوار هذه الجامعة. الموت يغيب ثلاثة وجوه نيابية كمان لبنانية، غير ثلاثة. نعم، من الأحزاب. نعم، ولا نعم، ممكن يكونوا لا نفسهم. غير ثلاثة. صحيح، 100% بال2019 وربما أكثر. حكومة لبنان الجديدة أراها حكومة لن تدوم طويلا وعمرها حيكون قصير، ولكن رح يكون في حكومة. أي متى هذه الحكومة؟ أي متى برأيك؟ ما نام طولة رح يتفقوا على حكومة. صح، الاغتيالات كمان للأسف تعود إلى الواجهة من جديد. ما بين منطقة المية ومية ومخيم عين الحلوة سوف نشهد أحداثا أمنية عنيفة ومختلفة عن السابق، لأننا سنرى الجيش اللبناني يتدخل ولأول مرة في هذه الأحداث. بين المية ومية؟ نعم، وعين الحلوة. وعين الحلوة يعني. صح، أحداث فينا نعتبرها مع يعني المخيمات. مزبوط، ولأول مرة استاذ توني منشوف الجيش والأمن جوات المخيم، راح يفوتوا على المخيمات. نعم نعم، هيدي كانت فينا نقول التوقعات المحلية. إذا حابين تعرفوا شو في توقعات للعالم العربي، توقعات للعالم بشكل عام، وتوقعات بالأسماء لشخصيات سياسية فنية إعلامية
وشخصيات معروفة. خلوكن معنا مع ليلى عبد اللطيف بعد الفاصل، راجعين لكم. نرجع نحن وياكم لمتابعة توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2019، وبتمد أكثر من 2019 مثل ما مدت توقعات أخرى وصحت بعد سنتين أو ثلاث سنين من إطلاق هالتوقعات. خلينا نشوف، دائما نرجع بنقول إن شاء الله ما يصح إلا الأمور المنيحة، الأمور السيئة والسلبية إن شاء الله ما بتصح أبدا. هلا قبل ما نستمع شو هي التوقعات لبعض الوزراء والنواب الفنانين والفنانات والإعلاميين والإعلاميات والشخصيات المعروفة بالأسماء، خلينا نروح نحن وياكم لجولة حول التوقعات بالعالم العربي وبالعالم ككل. ليلى عبد اللطيف، من وين بدك تبلشي؟ يلا تفضلي. منشوف عمليات إرهابية استيستوني ببعض مطارات أوروبا مما سيؤدي إلى أغلاق هذه المطارات. عام 2019 و2020 مصائب وكوارث على كوكب الأرض، والعالم سيكون في حالة غليان وتأهب قصوى. يا عمي خلينا بحلمك شوي، بدي اتذكر اذا في كوارث ما بدنا نتذكر. المشهد الأوروبي القادم سيكون مع الأسف الشديد مشهد للقتل والجرائم والنهب والحرق، ويحمل أضرار جسيمة على كل المستويات، الأنظار والإعلام على النفط الإيراني لحدث ما. كارثة إنسانية ستقع في تونس وذلك جراء حدث ما. كارثة إنسانية؟ نعم، من الطبيعة. 2019 هو عام دخول السفن الحربية الروسية والأمريكية إلى حوض الشرق الأوسط وبكثافة لم نشهدها من قبل. بمناسبة العام الجديد سوف يصدر في مصر بعض قرارات العفو الذي سيشمل عدة شخصيات مصرية بالإضافة إلى بعض السجناء في السجون المصرية، وكلمة من الرئيس السيسي ليقول عفى الله عما مضى. الرئيس السيسي سنراه يدخل بقوة إلى الواجهة السورية حاملا معه حلولا سياسية متعددة، وسوف نراه في حركة دبلوماسية فاعلة إقليميا ودوليا، وذلك لمصلحة إنهاء الأزمة السورية. أوكي. في توقع سابق لإلك أنه نعم. راح نشوف الرئيس السيسي بسوريا. بعدني. بعدك عند هذا التوقع؟ طبعا. سوف يتوصل قادة العالم إلى اتفاق بشأن تلوث الهواء والبيئة والمناخ، وذلك مع استمرار أضرار التغيير المناخي على كوكب الأرض بسنة 2019. لبنان يعتبر من ضمن كوكب الأرض؟ 100%. لا، حتى هون في شركات كمان بيجوا للبنان وبنسمع عن الهواء والتلوث بلبنان بدون ما نسمع مشامين. عام 2019 عام بداية اندلاع شرارة الحرب القادمة، مما سيؤدي خلال السنوات المقبلة إلى وقوع حرب عالمية قد تمتد لأكثر من 20 سنة. حرب عالمية تمتد أكثر من 20 سنة؟ صح. ليلى، بس الشرارة مش ضروري بال 2020. يا شرارة يا شرارة الشرارة بال 2020 وطلوع. طيب، زلزال قوي يبدأ من كاليفورنيا ويدمر منطقة كبيرة بين أمريكا وكندا، وسيكون أكبر زلزال بتاريخ أمريكا. المجاعة ستجتاح أركان كوكب الأرض خلال السنوات الثلاث القادمة. كمان هون بنرجع للمملكة العربية السعودية، قادمة على الكثير من التطورات والتغيرات الإيجابية خلال المرحلة القادمة، وسوف يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمزيد من الإجراءات الداخلية والتي ستنقل المملكة إلى قمة التغيير الداخلي والخارجي. ولا أستبعد أن تستضيف السعودية مناسبة عالمية كبيرة، أرى تقارب سعودي سوري ووفد سعودي رفيع المستوى يزور سوريا. نعم. رموز وشخصيات ليبية من عهد الرئيس الراحل معمر القذافي سوف تجتمع مع المعارضة الليبية وتنجح في التوافق والتفاهم على مصلحة ليبيا العليا. كما كان النفط الليبي بالأمس سببا لأكثر الحروب والنزاعات في ليبيا، هذا النفط سيكون سببا في الغد القريب لعودة السلام والازدهار. والنفط الليبي نعم. بعدك شايفي سيف الإسلام طبعًا. أنه هو رح يرجع يستلم الحكم بليبيا. بليبيا نعم. صور سيف الإسلام القذافي تنتشر في المدن والمناطق الليبية بكثافة، والشعب الليبي يبتهج في الشارع لعودة سيف الإسلام. القبائل الليبية تتحد وتجدد العهد لسيف الإسلام قائدا جديدا لليبيا الغد، وأراه سيترشح للرئاسة. وفي ليبيا أيضا أرى اللواء حفتر يصاب بوعكة صحية حرجة والأعمار بإيد الله.
الأنظار والإعلام على الرئيس التونسي لحدث سلبي، والاحتجاجات تعم الشارع التونسي من جديد. ظلام دامس يلف قسم من الكرة الأرضية في ظاهرة غريبة ومخيفة جدا، ومنشوفها على شاشات التلفزة. مظاهرات واحتجاجات تعم بريطانيا مع أحداث تسبب بلبلة في الشارع وتطال المؤسسات الحكومية لأول مرة وبعض السفارات ببريطانيا. نعم. ستكون تركيا في وسط حروب متعددة وخطيرة خلال المراحل القادمة، والخطر يحوم حول الرئيس التركي أردوغان. نعم. موجة إرهاب جديدة ستكون الأسوأ على أوروبا، وخاصة ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا والنمسا. روسيا والصيف يعني. نعم. صيف اللي جاي يعني صيف 2019. نعم. منشوف. نعم. روسيا والصين، أو قبل الصيف شوي. نعم. روسيا والصين وإيران يحتلون نشرات الأخبار والإعلام بال2019 بسبب أحداث أو حدث كتير كبير. يعني منشوف نشاط الأخبار على ثلاث دول. نعم. روسيا والصين وإيران. كارثة جوية ينتج عنها سقوط طائرة ركاب في أوروبا تؤدي إلى كارثة إنسانية بأوروبا. نعم. سيتم منح الجنسية التركية لبعض الأخوة السوريين في تركيا. الفن والمسرح والرياضة سيكونون البديل عن الحرب الدائرة في سوريا اليوم، فسوريا ستكون باريس الشرق غدا، والرئيس السوري بشار الأسد سيصدر قرارات مهمة للغاية يرفع بها سقف الحريات العامة وحريات الصحافة والإعلام خاصة. هجمات إلكترونية على حواسيب شركات النفط لإحدى الدول العربية، والولايات المتحدة تتدخل. ستشهد بعض الدول السيسوني، الدول الأجنبية والعربية، كسوف مرعب يثير القلق والخوف. بين شهر أيار وحزيران سيشهد العالم العربي أحداث مؤسفة للغاية، مشاهد دماء وقتلى وجرحى في أحد الأماكن المقدسة وفي منطقة عربية بارزة، يعني يا جامع يا كنيسة. كوارث مناخية وأعاصير وهزات أرضية في الصين واليابان وأستراليا. تضارب في العلاقات بين أمريكا وعدة دول بما فيها دول أوروبية. الحرب الكبيرة ستبدأ من فرنسا، وسوف تعاني بعدها كل دول أوروبا من الهجمات المتكررة والخطيرة، وذلك خلال 2019-2020 و2021. قضية فلسطين المحتلة سوف تحتل في 2019 عدة منابر دولية، وذلك جراء اشتعال الداخل الفلسطيني مع العدو الإسرائيلي. وهذه المعركة ستفضح إسرائيل وحجمها، ولن تتوقف إلا من خلال التوصل إلى اتفاق دولي عاجل وسريع يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني بقرارات حاسمة وجريئة، وفلسطين تنتصر بالدم وبالحق. استقرار أمن العراق وعودة السلام إلى اليمن وليبيا. السيد مقتدى الصدر في قلب الحدث من جديد، وسوف يشغل الإعلام وحديث الناس لفترة، ما بعرف شو هو الحدث. حرب أهلية تندلع في كوريا الشمالية، وذلك احتجاجا على سياسات الرئيس الكوري مين بيسترجي؟ كيم وون. حتشوفها هنشوفها. يار. وهحط لك عم بتقول مين بيسترجي. فيضانات تضرب أوروبا، والأكثر خطرا ستكون في هنغاريا، إيطاليا، وجمهورية التشيك. أعصار ذات سرعة مخيفة توني وغير مسبوقة تضرب فلوريدا، تكساس، نيو أورلاندا. ستكون الجزائر على موعد مع المظاهرات وحالة من الغليان وغضب شعبي كبير يترافق مع أعمال شغب تعم الشارع الجزائري. نعم. خودي بما يتعلق بالتوقعات العربية. نعم. والدولية. هلأ. نعم. بدنا نتوقف نحن وياكي مع التوقعات اللي أنت تركتيهم لآخر هذه الفقرة. نعم. وهن توقعاتك لبعض الشخصيات السياسية، الفنية، الإعلامية والشخصيات المعروفة. نعم. كلنا سمع. كلنا سمع. وعلى أمل تكون توقعات إيجابية، ما تكون توقعات سلبية مثل التوقعات اللي سبقتها. الوزير فرنجي في منزل النائب والوزير السابق فايز غصن ولحدث ما. الوزير السابق وائل أبو فاعور يتعرض لوعكة صحية تمر بسلام بإذن الله. شخصية سياسية لبنانية سوف يتم رفع الحصانة عنها تمهيدا لمحاكمتها وأراها وراء القضبان. الفنانة القديرة فيفي عبدو تدخل المستشفى للعلاج وفي حالة حرجة، وندعو لها بالسلامة إن شاء الله. الفنان والرائع اللي منحبه كتير زياد الرحباني والموسيقي والمسرحي الذي لا يتكرر، كم أتمنى عليه اليوم أن ينتبه جيدا إلى صحته أكثر، وخصوصا في الأشهر الأولى من 2019 ولغاية نهاية 2019. يعني
بكثير من الحزن والدمع والصدمة سوف يودع لبنان والعالم العربي علامة فارقة في تاريخ الفن الأصيل والزمن الجميل. انتحار إحدى الفنانات أو الفنانين العرب والخلاصة هي انتحار وجه فني عربي وبارز. يفقد الإعلام اللبناني وجها صحفيا بارزا وذلك خلال المرحلة القادمة. ممكن عنده يكون صحيفي. عدد من الرؤساء العرب والأجانب قد يتخطى عدد أصابع اليد أراهم في ذمة الله في 2019. عدد من رؤساء وحكام العرب؟ نعم. يعني أكثر من 5؟ نعم. دولة الرئيس نجيب ميقاتي سيعود إلى الواجهة السياسية ويلعب دورا وطنيا بارزا وإلى جانبه الرئيس الشيخ سعد الحريري وذلك خلال المرحلة القادمة ولحدث مهم. الموت يغيب شخصية اقتصادية لبنانية عريقة لها عدة إنجازات كبيرة على الصعيدين المالي والسياحي وهي شخصية تعتبر من كبار رجال المال والأعمال. عودة الفنان فضل شاكر إلى الساحة الفنية من جديد بعد أن تأخذ العدالة مجراها وبالشكل القانوني العادل. عم برجع لأن في ناس عم تسألني بناء على أسئلة العالم. عم برجع لهم إنه شايفة هذا التوقع رح يصير. بنشوفه بيعمل حفلات هو ابنه إذا بدك وبعد الدول مش بس بلبنان. حتى بقول يعني في أحد الفنانين ما بدي أقول اسمه ينتبه لحادث السيارة أو فنانة أو فنان حادث السيارة وبينجى بعجوبة. سيستوني يعني أنا شايفة أنه أنا بدي أقول لك كل هدول اللي حيصيروا أنا متفائلة تفاؤل كبير للبنان. صدقني من بعد في تفاؤل يعني بعد كل اللي لا غير المظاهرات اللي شفتها يعني وهالايدا أنا ما يعني أنا ما قلت في حروب بلبنان. ما حدا حيحارب حدا عربي بلبنان. لا في 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 عشان انت تحتفظ فيهم انت تعرف انا شو قلت. يعني شايفه انه لبنان بيرجع اقوى من ما كان اقتصاديا ومعنويا. بنشوف السواح العرب بيرجعوا بيجوا كل سنه بنقولها هيدي هيدي رح نشوفها. انا متفائله للبنان بس عنا بعد نتمنى عنا بعد 7 أشهر أو 8 أشهر هن صعبين. نتمنى من كل قلبنا إنه إن شاء الله لبنان يرجع مثل ما كان وأحسن من ما كان. نحن اللي نوعى قبل ما حكامنا يوعوا لأنه إذا نحن موعينا حكامنا ما رح يوعوا لأنه متكلين على نومتنا العميقة وهن يعملوا اللي بدهم إياه. ليلى عبد اللطيف شكرا لك على هذا اللقاء. طبعا لقاءاتنا بتتجدد إذا الله راد إذا الله عطانا العمر والصحة بإذن الله. وأنا إلي حلقات معك سيستوني بعد لأنه في توقعات بعد محتفظة فيها أنا بإذن الله. شكرا لك وكل سنة وأنت بألف